بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة السادسة من محاضرات الجافا مادة M105. هنستكمل مع بعض السلايد التاني. آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت كان صفحة 10. صفحة 10 بتتكلم عن Section 2.4 Displaying Text with PrintF. ازاي اروح اعمل عملية طباعة او عملية اظهار لنص من خلال الميثود الجاهزة اللي اسمها برنت اف. طبعا احنا اشتغلنا على البرنت اللي هي بتروح تعمل عملية طباعة، والبرنت ال ان اللي بتروح تعمل عملية طباعة وتنزل سطر جديد. النهاردة هنروح نعمل عملية طباعة باستخدام يعني الحالة التالتة او الصورة التالتة، الميثود اللي اسمها برنت اف. الاف اختصار لكلمة formatted. هعمل الكلام ده ازاي؟ المسألة بكل بساطة، انا عندي كلاس اسمه welcome 4، هروح اعمل له عملية create واخد كده الكود ده كده كوبي زي ما هو، هاخد الكود ده كده كوبي بيست زي ما هو اهو، وهروح اعمل كلاس جديد وليكن مثلا ممكن اعمل project لوحده من اول وجديد خالص. هقول له عايز new project، هقول له java application، وطبعا هكتب كلمة ويلكم حرف W كابيتال ويلكم 4 وبعد كده فينش، وابدأ اعمل بيست للايه للكود بتاعي. الاجزاء دي انا مش محتاجها، دي عبارة عن كومنت، ده كل ده كومنت انا مش محتاجه. وهعمل هنا بيست، طبعا دي public static دي مكررة. نشرح مع بعض الكود ده بكل بساطة. كل الفكرة ان هنا طبعا بيقول لك ان دي عبارة عن المين ميثود begins execution of java application. دي المين ميثود اللي انا من خلالها هبدأ اعمل عملية run للبرنامج والبرنامج يشتغل، وكل الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. بيطبع عادي بيقول لي system.out.print، ولكن بعد كلمة print في حرف الاف، اذا دي ميثود جديدة بالنسبة لي اسمها print f. اقدر اعملها معاملة عادية جدا، اروح اعمل عملية طباعة عادي جدا. لو رحت عطلت مجموعة الاسطر دي كده واقول له كليك يمين واقول له عايز اعمل run الفايل، هيروح يطبع لي عادي ويل بدل كلمة ويلكم، يعني هيطبع لي كلمة WEL عادي جدا. ولكن سؤال، هل هو هنا نزل سطر؟ لا، ما نزلش سطر. يبقى انت خليك عارف ان برنت اف لحد الان هي شبه برنت بالظبط، لانه ما نزلش سطر. البرنت ال ان هي اللي كان بينزل فيها سطر. طيب كده تمام، يلا بينا نخلي السطر التاني ده يشتغل واقول له كليك يمين واقول له عايز اعمل ران للفايل. اكيد هيكمل عادي لانه زي ما اتفقنا ما نزلش سطر، فهيقول لي ويل وجنبها كم وبعد كده تو ويلكم تو. حد هيقول لي طب ايه العلامه ديت؟ هشرحها لك حالا. يلا بينا نشتغل على السطر اللي بعديه. طبعا دول عباره عن سطرين مش سطر واحد. كليك يمين واقول له عايز اعمل ران للفايل، هيقول لي ويلكم تو جافا بروجرامنج. ولكن طبعا هنا انا نزلت سطر، يعني انا اللي عايز اعمل كده، انا اللي عايز اعمل كده بعمل باك سلاش ان. على فكرة المثال ده ما وضح ليش اي حاجة خالص. حاضر، هتوضح لك الصورة حالا، ولكن لحد الان انت كده فهمت ايه هي فكرة البرنت اف. بيقول لك system.out.printf، اذا البرنت اف دي عبارة عن ميثود، تمام، والاف means formatted، بتعمل عملية display للايه للفورماتد داتا، يعني بتكون الداتا في شكل صيغه معينه. بيقول لك مالتيبل ميثود ارجيومنتس ار بليسد ان ا كوما سيبريتد ليست، زي ما هو هنا كان في المثال لما جاي يشتغل. طبعا دي عباره عن ميثود، والميثود دي بتاخد ارجيومنت. فانا لو جيت كده وخليت السطر ده كده فوق، ايه اللي انت ملاحظه؟ انا عندي ارجيومنت 2 3، كل واحده ما بينهم بعمل كوما، بعمل الكوما. يبقى اذا ممكن الميثود تاخد، هو هنا عايز يوضح لك، بدأت توضح ايه شوية،
الميثود دي بتاخد 1 argument، هنا بتاخد 2 argument، هنا تقدر تاخد كام argument؟ تقدر تاخد 3 argument. ما بين كل واحده والتانيه، ما بين كل argument والتانيه او parameter والتانيه، في سيمي كولن. طيب لحد الان تمام. بيقول لك جافا allows large statement to be spelt over many lines. اقدر ان انا يعني وانا شغال اقدر ان انا اعمل ايه؟ اعمل عمليه يعني اضغط على انتر. يعني انا جيت هنا وكل ده على سطر واحد، اجي كده بعد الكوما اعمل مسافه وانزل انتر. طب لو ما عملتش المسافه ديت، يعني بيقول لك يفضل تعمل مسافه، يفضل تعمل مسافه وبعد كده انتر. طب لو ما عملتش مسافه، تعال نشوف كده هيجرى حاجه. تعال نجرب، مفيش مسافه اهو ونزلت انتر، مفيش اي حاجه خالص، ولكن هو بيقول لك يفضل مسافه انتر. يبقى انا كده شغال تمام، اقدر اكتب السطر الواحد على سطرين عادي جدا، وتيجي طبعا في نهايه الشغل بتاعك تعمل السيمي كولن. طيب لحد الان مفيش اي مشاكل خالص. بيقول لك cannot split، بعمل عمليه ايه؟ يقول لك ان ده splitter يعني بيقسم. اقدر اعمل عمليه split لمين؟ للستيتمنت in the middle of the identifier or string. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه. مش احنا اتفقنا ان انا اقدر اخلي السطر الواحد يبقى سطرين يعني بالمنظر ده كده، رحت عملت سبيس وعملت انتر. طيب تمام. قال لك طب ينفع تيجي هنا، ادي جمله سترنج اهي، ينفع اجي مثلا في نصها اجي كده مثلا هنا في الجزء ده اعمل انتر؟ قال لك لا ما ينفعش، علشان خاطر كده البرنامج من تلقاء نفسه راح عمل لك علامه الكونكاتينيشن رغم انها ما كانتش موجوده. لاحظ كده اول ما ضغطت انتر عمل لك عمليه الكونكاتينيشن دي ما كانتش موجوده، والا هتطلع لك مشكله. يبقى انت ما تجيش كده في النص ما بين جمله سترينج مثلا زي بروجرامنج ديت، وتيجي بعد حرف الام ده وتقول لي عايز انزل انتر، هو لوحده هيحل لك المشكله، لكن من غير كده هيدي ايرور اهو زي ما انت شايف. يبقى لازم يا تعمل كونكاتينيشن يا اما تكتبها كلها على سطر واحد بالمنظر ده. طب ايه الحل؟ لا، يبقى قبل السترينج مثلا بعد الكوما تقدر تنزل عادي. يبقى احنا كده فهمنا امتى تقدر تنزل سطر، يعني علشان خاطر لو حبيت يعني تكتب الشغل بتاعك على اكتر من سطر. بيقول لك بالنسبه للميثود اللي اسمها برنت اف، مالها؟ الفيرست ارجمنت بتاعها از فورماتد سترينج. اول ارجمنت في الغالب بيكون فورماتد، يعني ايه؟ هبدا اعمل فيها علامه البرسنتج دي، العلامه ديت، وهنعرف دي معناها ايه حالا. بيقول لك مي كونسيست اوف فيكسد تكست، ممكن تكون يعني بتتكون من نص اند فورمات سبيسيفاير، يعني ممكن يكون الجمله الواحده مكونه من مقطعين عباره عن نص وفورمات سبيسيفاير. لو سمحت انا كده بقى بدات ما افهمش حاجه خالص في اللي انت بتقوله. حاضر، انت عندك حق، تعالى اشرح لك على مثال بسيط واقول لك اصلا الحته بتاعت البرنت اف دي جت منين. البرنت اف دي اصلا موجوده في السي والسي بلس بلس والجافا، علشان هي بيلت ان مبنيه على السي والسي بلس بلس، يعني اخدت الكلام ده منه. لو انا جيت كده وعندي متغير وقلت لك المتغير ده اسمه صم، وهقول لك مثلا المتغير ده انتجر، هقول لك الصم ده والله بيساوي مثلا 10، وعايز اروح اطبع الصم، يبقى هاجي هنا طبيعي جدا واقول له صم از، ده في الشغل بتاعنا العادي اللي هو في برنت ال ان او برنت اف، برنت ال ان او برنت العاديه. انا برجع تاني للشغل القديم بتاعنا، فبقول له برنت ال ان سم از وبعمل كوما وبقول له سم. هل حد مختلف معايا؟ طبعا لا. سيستم دوت اوت دوت برنت، سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان، انا اسف مفيش كوما، في كونكاتينيشن. لو انا جيت كده قلت لك كليك يمين هيقول لي صم بكام؟ صم ب 10. هل حد مختلف معايا؟ طبعا لا، ده الشغل القديم بتاعنا اللي احنا خلاص حفظناه وفهمناه. طب انا مش عايز اشتغل بالبرنت ال ان او البرنت فقط، امال عايز اشتغل بايه؟ عايز اشتغل ببرنت اف. قال لك شيل لي العلامه بتاعت الزائد دي وخليها كوما. خلاص كده؟ شيل لي العلامه بتاعت الزائد دي وخليها كوما. يبقى انا عندي كام ارجمنت؟ عندي واحد وعندي اتنين. الارجمنت الاول عباره عن سترينج، والارجمنت الثاني عباره عن قيمه انتجر. في السي والسي بلس بلس ما كانش ينفع يطبع الكلام ده ويشتغل معاه دايركت، ما كان في عنده ميثود اسمها برنت اف فقط من غير سيستم دوت اوت دي، كان اسمها برنت اف فقط. كان عندنا حاجه اسمها برنت اف وسكان اف،
تمام في شغل السي، برنت اف وسكان اف. البرنت اف بتطبع والسكان اف بتاخد قيم من اليوزر، عشان بعد شويه هنشرح حته انك انت تاخد قيم من اليوزر. يبقى البرنت اف في السي بتطبع والسكان اف بتاخد قيم من اليوزر. طب نرجع لمرجوعنا، انا بقول له سيستم دوت اوت دوت برنت اف سم از كوما سم. قال لك في السي كانوا بيعملوا حاجه حلوه قوي، يجي هنا عند الجزء بتاع اللي هو ما بين اتنين دبل كوتيشن اللي هو الجمله السترينج دي، ويعمل حاجه بيسموها بليس هولدر، يحط حرف الدي او يحط حرف الاف او يحط حرف السي او يحط حرف الاس. ايه ده؟ دي سي اس اف. ايه دول؟ قال لك دول بيسموه البليس هولدر. يعني ايه؟ انا عايز اقول للكومبايلر ان انا بعد الكوما هطبع، يعني بعد الكوما في متغير نوعه كذا. طب المتغير نوعه ايه؟ قال لك نوعه انتجر، يبقى حط لي دي. طب لو كان فلوت حط لي اف، طب لو كان سترينج حط لي اس، طب لو كان كاركتر حط لي سي. يبقى ده بيسموه البليس هولدر. طبعا انا هنا عندي انتجر فبحط دي، فبقول له سم از، وبعد كده بعمل البرسنتج ديت دي بيسموها بليس هولدر كوما، وبحط المتغير اللي انا قلت عليه من نفس النوع دي، يبقى ايه؟ يبقى انتجر اهو، هو فعلا انتجر. يبقى انا كده شغال تمام. كليك يمين واقول له عايز اعمل ران الفايل، هتشتغل معايا تمام بدون اي مشاكل. طب ينفع اجي بعد البرسنتج دي واعمل باك سلاش ان؟ ايه المشكله؟ كليك يمين واقول له ران الفايل، هيقول لك سم از، وبعد كده يطبع السم لانه بيشيل البليس هولدر وبيحط بدلها قيمه سم اسمها بليس هولدر. يعني في المكان ده في قيمه متغير، في المكان ده في قيمه متغير، فسم از حط لي القيمه بتاعت السم، وبعد كده انزل نيو لاين باك سلاش ان واشتغل عادي جدا جدا. طب لو انا افترضت ان الكلام ده ما كانش انتجر، هقول لك اه ده الكلام ده فلوت، فلوت سم 10 و5 من 10. قال لك في الحاله ديت طبعا هنا لازم حرف الاف علشان ده فلوت. طيب تمام، قال لك في الحاله دي ما ينفعش استخدم الدي. امال هتستخدم ايه؟ هستخدم حرف الاف عشان ده فلوت. يبقى البليس هولدر بتاع الفلوت اف. كليك يمين واقول له عايز اعمل ران الفايل، هيطلع لي زي ما انت شايف. طب انا رجعت في كلامي، انا عايز اعمل متغير char واقول له مثلا المتغير ده اسمه اكس، واخزن فيه قيمه ما بين اتنين سنجل كوت وليكن حرف الاي. يبقى انا عندي متغير اسمه اكس خزنت فيه حرف الاي، وده عباره عن char character. يبقى لما اجي اطبع هنا هطبع الاكس وهقول له مثلا the letter is، الحرف بتاعي اهو هو نوعه ايه؟ اه ده نوعه كاركتر، يبقى لازم اعمل برسنتج سي. كليك يمين اقول له عايز اعمل ران الفايل، هيطبع لك ذا ليتر از ايه. لا انا رجعت في كلامي، انا عندي متغير، انا باخد لك كل الحالات، عندي متغير سترينج واسمه اس تي ار، وهكتب ما بين اتنين دبل كوتيشن اسمي شريف فتحي. اه يبقى هاجي هنا مثلا اقول له والله ان ماي name is اسمي str str، ولكن هل هنا هقول له percentage d؟ لا ده string، يبقى percentage s. my name is، ويجي يدور على هنا انا عايز هنا ايه؟ عايز هنا string اهو ال str، هروح اجيب قيمته يبقى شريف فتحي. كليك يمين واقول له عايز اعمل run الفايل، يطلع لي my name is شريف فتحي. يبقى احنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. عبارة عن البرنت اف عبارة عن ميثود بيجي بعديها بارامتر او اكتر، زي ما انت شفت انا هنا بشتغل على اتنين بارامتر. البارامتر الاول سترينج عبارة عن نص ثابت زي ما انا قلت فيكس التكست، تمام، وداخل الفيكس التكست ده في بليس هولدر اهو بشتغل بيه. داخل الفيكس التكست عندي البليس هولدر اللي هو بيحل محل القيمة بتاعت المتغير ده الاس تي ار اهو. طب لو انا جيت كده حبيت اعمل شغل بقى علشان اوضح لك المساله اكتر، هقول له انت اكس بيساوي 5 وانت واي بيساوي 10 وانت زد بيساوي اكس بلس واي.
عايز اقول له ايه؟ تعالى كده بقى، احنا كده فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. بص انا عايز اقول له، يركز معايا، عايز اقول له والله اكس اند واي از او ذا سم اوف اكس اند واي از، مجموع اكس وواي اهو كوما، وعايز احط ايه؟ والله مجموع سم اوف بدل الاكس هشيلها، اقول له برسنتج دي، وبدل الواي برسنتج دي، وبعد از برسنتج دي، يبقى المجموع بتاع كذا اند كذا از كذا. ويلا بينا بقى نعمل الكوما، اكس كوما واي كوما زد. فهمناها ازاي؟ كوما زد. فهمناها ازاي؟ ذا سم اوف كذا اند كذا از كذا، ذا سم اوف اكس اند واي از زد. واجي في الاخر هنا اعمل باك سلاش ان علشان انزل سطر. يبقى انا كده اقدر اشتغل زي ما انا عايز، احط اي بليس هولدرز انا عايزها، واقدر اعمل بارامترز زي ما انا عايز. انا عندي كام بارامتر؟ ادي 1 2 3 4، بعد طبعا ما بين الكوما، يعني عندي كوما 2 3، اذا عندي 4 بارامتر. كليك يمين ولا عايز اعمل ران للفايل، هيشتغل معايا عادي جدا جدا. ذا سام اوف 5 اند 10 از كام؟ از 15. طيب تعالى شيل 5 دي، قول له 20، وهنا خليها 30، هتلاقي ده اتغير لوحده، صح كده؟ كليك يمين ولا عايز اعمل ران الفايل، هيشتغل معايا تمام. ذا سام اوف 20 اند 30 از كام؟ از 50. يبقى انا كده فهمت فكره البليس هولدر، وفهمت يعني ايه عندي جزئين، فيكسد سايز وفورمات سبيسيفايرز. فيكسد سايز عباره عن الاوتبوت اللي هيطلع بالبرنت او البرنت الين، زيه هي بالظبط نفس الفكره اللي احنا قلناها، اللي هو الجزء الاول، اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء بتاع الايه، الفيكسد سايز ده اللي بيتخلله بليس هولدرز. طيب تمام. اتش فورمات سبيسيفايرز از بليس هولدر، طبعا احنا قلنا حته البليس هولدر اللي هو الجزء الثاني يعني، يبقى احنا عندنا فيكس التكست وعندنا فورمات سبيسيفاير اللي هو بيتخلله البليس هولدر، تمام؟ او هو بمعنى صح هو البليس هولدر يعني. فورمات سبيسيفاير بيجين ويز، طبعا بيقول لك بقى بيشرح يعني بيشرحه لك، عباره عن برسنتج، عباره عن برسنتج، وبعد كده اس او دي او فلو او اف حسب ما احنا هنشتغل. الاس بتعبر عن السترينج، مفيش اي مشكله خالص، الكلام ده احنا شرحناه. يلا بينا بقى نبدا نشتغل بجد. امال انت كنت بتعمل ايه؟ لا انا كنت بهزر معاك، ما كنتش بشتغل بجد. يلا بينا نشتغل بجد. هنيجي كده هاخد كل الكود ده كده كوبي، وهروح اعمل كلاس جديد اسمه اديشن 3 عادي جدا. هقول له عايز بروجكت جديد جافا، جافا ابلكيشن، وهقول له ده اسمه اديشن 3، واقول له فينش، وبعد كده كليك يمين، وعايز اروح اعمل بيست، يعني عشان بدل ما اكتب الكود كله ببدا ان انا يعني نقلل حته الكتابه واحده واحده مع بعض، هتلاقي المساله اسهل مما تتخيل. طبعا هنا انا كان فاضل لي حاجه مهمه جدا، الباكج اسمها اديشن 3. نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، نفهم الفكرة ماشية ازاي. أول حاجة عايزك تكون عارفها إن البرنامج بتاعي ده بكل بساطة بيطلب مني طلبات أنا بكتبها وبعد كده بيطلع لي نتيجة. تعال نشوف هيطلب منك إيه. أول حاجة أنت عارف إن أنا شغال داخل باكج، معنى كده ان الكلاس بتاعي اللي اسمه اديشن 3 ده موجود داخل الباكج اللي اسمها اديشن 3، ولكن الباكج بتبدا بحرف سمول والكلاس بيبدا بحرف كابيتال. ايه السطر ده؟ ايه السطر ده؟ امبورت جافا دوت يوتل دوت سكانر، انا ما اعرفش الكلام ده. طب يلا بينا نعمل له كومنت وشوف ايه اللي هيحصل. قال لك ده انا عندي مشكله، ايه السكانر ده؟ انا مش عارف يعني ايه سكانر. طب يلا بينا نفهم الفكره ماشيه ازاي. احنا طول الفتره اللي فاتت واحنا بنقدر نعمل عمليه طباعه على الشاشه، لكن هل عمرك طلبت من اليوزر ان هو يكتب رقمين مثلا ويجمعهم؟ لا، ما طلبتش منه حاجه زي كده،
لا انا عايزك تطلب منه يكتب رقمين، وفعلا انت من خلال الكيبورد تقدر تكتب الارقام دي، هو ياخدهم يقرا الارقام دي ويبدا ان هو يجمعهم ويطلع الاوتبوت، يطلع الريزلت. فانا عندي كلاس، الكلاس ده مهم جدا تعرف اسمه، اسمه سكانر. السكانر ده الهدف منه زي ما كنت قلت من شويه، ان انا اقدر اخد بيانات من اليوزر في السي، تمام، في اللغه اللي اسمها سي، من خلال حاجه اسمها سكان اف. هنا اقدر اعمل نفس العمليه، اقدر اخد بيانات من اليوزر من خلال الكيبورد او غيرها، ممكن كيبورد، ممكن من فايل، ممكن من هارد ديسك، مفيش اي مشاكل خالص. اقدر اخد بيانات من اليوزر من خلال الكيبورد. وقبل كده قلت لك على معلومه مهمه جدا، ان انا اقدر اطبع على الشاشه من خلال سيستم دوت اوت. هنا بقى في المساله دي هستخدم سيستم دوت ان. يبقى لازم تعرف ان في كلاس جاهز، الكلاس ده اسمه سكانر، كل وظيفته بيساعدك انك انت تقدر تحصل على بيانات من اليوزر من خلال الميثودز الموجودة فيه. عبارة عن كلاس بمجموعة من الميثودز الجاهزة هتمكنك انك انت تاخد بيانات من اليوزر. طيب تمام، ولكن نتفق اتفاق، الكلاس اللي اسمه سكانر ده علشان انا استعمله لازم اروح اكرييت اوبجكت. الكلاس اللي اسمه سكانر ده اللي انا هستعمله لازم اروح اكرييت منه اوبجكت علشان اقدر استعمله، لاني ما اقدرش استعمله بشكل مباشر، لازم اكريت منه اوبجكت وابدا اتعامل مع الاوبجكت ده. طب ازاي اقدر اروح اكريت اوبجكت؟ المساله سهله جدا، اسم الكلاس، مسافه، اسم الاوبجكت اللي انت عايزه، سميه اي اسم، سميه اكس، سميه واي، سميه اي اسم، وبعد كده يساوي نيو اسم الكونستراكتور. معلومه كده ليك، الكونستراكتور هو اسم الكلاس ولكن بعديه اقواس. تاني، ازاي اكريت اوبجكت، هاو تو كريت اوبجكت، اسم الكلاس، مسافه، اسم الاوبجكت اللي انت عايزه اي اسم، بيكوال نيو، وبعد كده بستخدم الكونستراكتور اللي هو هيكون بنفس اسم الكلاس بتاعي اللي اسمه سكانر. والايه، والكونستراكتور ده هو اللي بيساعدني في انشاء الاوبجكت بالتعاون مع نيو. ممكن ياخد بارامتر، يعني ممكن اجي هنا واشيل الكلام ده، وممكن ما ياخدش بارامتر. يبقى الكونستراكتور ياخد بارامتر او ما ياخدش بارامتر. يبقى انا بالسطر ده بقول له سكانر اسم الاوبجكت بيكوال نيو اسم الكونستراكتور بتاعي اللي هو بيكون بنفس اسم الكلاس، وبستخدم الارجمنت اللي اسمه سيستم دوت ان، ده بيمكنني من قراءة الكيبورد من خلال الكونسول ابلكيشن، لان انا بكتب على الكيبورد فيبدا الكلام ده يظهر عندك على الشاشة بعد ثواني، يظهر ياخد الكلام ده يخزنه في الميموري، يجمع القيم، يطلع النتيجة، مفيش اي مشاكل خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. الكلاس ده ليه حرف الاس كابيتال؟ علشان هو كلاس. طب ليه هو معلم العلامة الحمراء دي؟ قال لك ما هو ده مش موجود معايا، لازم اروح استدعيه من المكتبة بتاعته. طب تستدعيه ازاي؟ تيجي فوق الكلاس كده وتروح تقول له عايز اعمل امبورت، عايز المكتبة اللي فيها الكلاس ده، او عايز الكلاس ده نفسه، عايز المكتبة كلها، الباكج كلها، وانت تدور بقى على الكلاس براحتك. يا اما عايز الكلاس ده محدد، يعني ممكن تيجي حضرتك كده تقول له انا عايز دوت استريك. يعني ايه دوت استريك؟ يعني عايز كل الكلاسز الموجوده في الباكج اللي اسمها يوتل، واليوتل دي موجوده في باكج اسمها جافا. فبقول له امبورت، هات لي الباكج اللي اسمها جافا وبداخلها باكج اسمها يوتل، بداخلها كل الكلاسز المتاحه بيها، المتاحه فيها، ومنها طبعا سكانر. واحد يقول لي طب وانا ليه ادوخ كومبايلر؟ ده ممكن ياخد مني وقت. هو بص، من ناحيه الوقت هو مش هياخد وقت، من ناحيه التعطيل هو مش هياخد تعطيل قوي زي ما انت متصور، ولكن يفضل انك انت تكون محدد لو انت عايز تكون محدد وتقول له سكانر. يبقى لو سمحت انا عايز اعمل امبورت للجافا دوت يوتل دوت سكانر، لو سمحت انا عايز السكانر اللي موجود في جافا، اللي موجود في يوتل، ويوتل موجوده في جافا. تاني، لو انا قلت له عايز الاستريك فقط مش هيتقل البرنامج ولا حاجة، ولكن يعني انت بتوفر على الكمبايلر فكرة البحث الافضل يعني. فبكون سبيسفايد شوية، بقول له عايز ايه، جافا دوت يوتل دوت سكانر،
دي الخطوة الأولى لازم تعمل import. الخطوة الثانية لازم تروح تكريت اوبجكت من الكلاس، علشان ما ينفعش استعمل الكلاس مباشرة. سكانر مسافة اسم الاوبجكت بيساوي نيو مسافة اسم الكونستراكتور، ببعت معاه ارجيومنت اللي هو عبارة عن السيستم دوت ان علشان خاطر اقرا من الكيبورد. شكرا، لحد الان تمام. هعرف متغيرات عادية جدا، نمبر 1 نمبر 2 سم، مفيش اي مشاكل خالص. بطلع رسالة عادية بقول له لو سمحت اكتب الرقم الاول. شكرا، عايز اخد الكلام ده، مش انت قلت لي اكتب؟ ايوه. طب انا مستنيك. طب كتبت. اخد الكلام ده ازاي؟ ازاي اروح اعمل عملية ريد للفيرست نمبر وريد للسكند نمبر؟ اقول لك المسألة سهلة جدا. مش انت قلت لي انك انت عندك اوبجكت اسمه انبوت؟ ده عبارة عن اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكانر. لو انت حبيت تستدعي ميثود موجودة داخل الكلاس اللي اسمه سكانر، حبيت تستدعي ميثود موجودة داخل الكلاس اللي اسمه سكانر، لازم تقول لي اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود. اكتب الكلام ده عندك عشان هو ده الجافا، هو ده الجافا. علشان استدعي ميثود هاو تو انفوك، هاو تو كول ميثود، اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود. فبقول له انبوت دوت نيكست انت. نيكست انت، النيكست انت واضح انها بتقرا الانتجر فقط، وهنعرف بعد كده ازاي نقرا الدبل ونقرا السترينج ونقرا الكاركتر ونقرا البوليان، مفيش اي مشاكل خالص. بقول له انبوت دوت نيكست انت اقرا لي اول رقم. حاضر. طب اعمل ايه؟ ارميه؟ لا، حطه لي في نمبر 1. اكتب لي الرقم التاني، اقرا لي الرقم التاني وحطه في متغير اسمه نمبر 2. يبقى انت كده كتبت على الكيبورد قيم اتخزنت في نمبر 1 ونمبر 2. اجمع عادي جدا وروح اعمل عمليه طباعه بدون اي مشاكل من خلال البرنت اف. سم از برسنتج دي بليس هولدر بتاع القيمه الانتجر اللي هي السم، مش هو انتجر اهو، وطلع لي النتيجه وبعد كده انزل لي سطر. كليك يمين اقول له ران الفايل، طبعا منتظر مني ان انا اكتب له حاجه اهو. انتر فيرست انتجر هقول له 10 وانزل انتر. انتر سكند انتجر هقول له 20 انزل انتر، يقول لي سم از 30. اشغل البرنامج تاني، ران فايل، هقول له هنا 13 وانزل انتر، و13 تاني او خليها 12 يطلع لك 25، يبقى انا شغال تمام. بيشرح لك فكرة الامبورت اللي احنا شرحناها من شوية. كل فكرة الامبورت ان انا بعمل امبورت لكلاس مش موجود عندي، لازم انا محتاجه علشان خاطر هشتغل بيه، محتاج الميثودز الموجودة فيه. بعد كده بدأ يشرح لك فكرة الباكج. الباكج بكل بساطة هم علشان خاطر يوفروا علينا التعب راحوا جمعوا كل الكلاسز المتشابهة في الوظيفة في باكج واحدة. يعني لو انت عندك 100 كلاس خاصة بالديت بحطها في باكج خاصة بالديت، 100 كلاس خاصة بالتايم بحطها في باكج مثلا خاصة بالتايم، لو عندك كلاسز خاصة بالانترفيس عايز اعمل برنامج فيه ايقونات وفي بوتونز وفي قال لك يبقى انت هتشتغل جرافيكال يوزر انترفيس. قال ماشي تمام، هعمل لك باكج اسمها اهو، هقول له عايز جافا اكس، دي باكج حديثه شويه بغير الجافا، يبقى عندي جافا وعندي جافا اكس. جافا امبورت للجافا، لحظه كده، امبورت جافا دوت جافا اكس دوت سوينج دوت استريك. تمام، هو بس الجهاز مش عايز يكمل يعني، فانا قلت اكتب بنفسي جافا اكس دوت سوينج دوت استريك. انا عايز الباكج اللي اسمها سوينج المسؤولة عن الجرافيكال يوزر انترفيس، علشان اقدر بقى استدعي ميثودز معينة وحاجات معينة اقدر اعمل بيها البوتونز والحاجات دي. طبعا الكلام ده مش علينا دلوقتي، ولكن انا عايز اوضح لك فكرة اللايبريز. فكرة اللايبريز او بيسموها الاي بي اي. هو هنا بيشرح لك فكرة الاي بي اي اهي، او اللايبريز عبارة عن مجموعة من الباكجز. الباكجز دي عبارة عن جروب كل ريليتد كلاسز، الكلاسز المتعلقة ببعض المتشابهة في الوظيفة اللي ليها اهمية واحدة بحطها في باكج باسم واحد علشان خاطر اوفر على نفسي فكرة البحث كنوع من التنظيم. الامبورت مهم جدا انك انت تعرف مكانها فين، فوق الكلاس على طول. اوعى حد ينسى يجي كده يعمل لي امبورت. نرجع كده للامبورت بتاعتنا جافا دوت يوتل،
دوت يوتل دوت سكانر، تمام. محدش يجي كده وياخد لي كده الايه السطر ده كده كات ويطلع لي فوق الباكج يقول لي انا عملت امبورت. لا ما ينفعش، الامبورت بتكون فوق الكلاس على طول، يبقى انا لازم نلتزم بالمكان بتاعها فوق الكلاس مباشره. بعد كده انا بدأ بقى يقول لك بقى شويه ملاحظات بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، وبيقول لك على مكانها فين، تمام. ومهم جدا تعرف انك انت لو رحت عملت كومنت للامبورت هيدي لك ايرور. ليه؟ ما انا مش عارف السكانر ده مين. مين انت؟ انا السكانر اللي موجود في الباكج اللي اسمها يوتل، اللي موجود في الباكج اللي اسمها جافا. طب ما توضح لي. حاضر، انا كده وضحت لك الفكره ماشيه ازاي. طبعا هنا بيقول لك ان هو مش قادر يقرا السيمبل. طب ما احنا قلنا الكلام ده اهو، لو انا عطلت الكلام ده اهو، ارجع تاني للرساله. كان نوت فايند سيمبل، مش لاقي السكانر ده مين، انا ما اعرفوش. اه يبقى انا لازم اروح اعمل امبورت للجافا دوت يوتل دوت سكانر، او لو انت يعني مش فاكر قول له دوت استريك اي كلاس داخل اليوتل، اي كلاس داخل اليوتل. يبقى انا كده فاهم الفكره ماشيه ازاي. السكانر بيشرحها لك بالتفصيل وبيقول لك ان ده عباره عن كلاس، الكلاس ده الهدف منه اقدر اقرا بيانات من الكيبورد، وبعدين هتقدر تتعرف على السكانر يقدر يقرا بيانات من الفايل على الديسك. فايل اقدر اقرا من حاجتين، من الكيبورد او اقدر اقرا من فايل من خلال السكانر. طيب تمام. ولازم طبعا عشان خاطر تشتغل بالسكانر بتبدا تشتغل بنيو لنيو علشان خاطر اقدر اكريت اوبجكت، بكريت اوبجكت من خلال الكلمه المحجوزه اللي اسمها نيو، دي كلمه محجوزه واتفقنا على الكلام ده قبل كده. السيستم دوت اوت ستاندرد انبوت اوبجكت كل الهدف منها بتعمل انيبل للابلكيشنز انها تقرا بايتس اوف انفورميشن تايبد باي ذا يوزر، تقدر تمكن اليوزر ان هو يقدر يكتب على الكيبورد واقدر اعمل عمليه ريد للي هو كتبه. السكانر اوبجكت ترانسليت ذيس بايتس انتو تايبس ذات كان بي يوزد ان بروجرام، يعني مفيش اي مشكله خالص، نفس الكلام اللي احنا قلناه. بعد كده بدأ بقى يشرح لك حاجات بسيطة، بيقول لك إن ده عبارة عن برومبت، يعني بيطلع لك بس مجرد رسالة بيقول لك اكتب الاسم بتاع، اكتب مثلا الرقم الأولاني، اكتب الرقم الثاني، لأن من غيره أنت مش هتعرف تكتب إيه، فده عبارة عن برومبت. يعني ممكن أجي كده واحد يجي يقول لي طب أنا مش محتاج السطر ده، طيب حاضر هشيله، ومش محتاج كمان البرومبت ده هشيله، مفيش مشكلة. كليك يمين قول عايز أعمل رن الفايل وأبدأ أشتغل عادي جدا، أهو 10 إنتر 20 هيطلع لي 30. ولكن ايش عرفني انا كيوزر انك انت محتاج مني ارقام؟ ما انا ممكن اجي كده واقول له ران فايل واكتب اسمي مثلا، ايش عرفني؟ ما انت مش عاطيني حاجه ان انا اكتب 10 و30 يطلع لي 40. يبقى لازم تقول لي حاضر انا هقول لك واوضح لك الفكره ماشيه ازاي. اهو كليك يمين وران الفايل، انا كده وضحت لك مالكش حجه. انتر فيرست انتجر، هو عايز انتجر، حاضر 50. وعايز ايه بعد كده؟ سكند انتجر، حاضر 90. طلع 140. يبقى هو بيوضح لك ده عباره عن برومبت. بعد كده بدا يكلمك عن الجافا دوت لانج، ودي حاجه سهله جدا جدا. هو هنا بيسال يعني بيقول لك السيستم ده مش كلاس، اشمعنى انت بتميز في المعامله؟ اشمعنى السكانر عباره عن كلاس رحت عملت له امبورت؟ ليه ما تجيش سعادتك كده وتقول لي امبورت للجافا دوت لانج دوت سيستم؟ هقول لك والله انت عندك حق، اشمعنى ده؟ هو ده على راسه ريشه يعني؟ يعني السكانر ده ابن ناس والتاني ده مش ابن ناس؟ السيستم ده اشمعنى ما تعملوش امبورت؟ قال لك هو يعني علشان خاطر يوفروا لك في كتابه الكود اللانج ديت، اللانج دي عباره عن باكج فيها العمليات الاساسيه بتاعت الجافا. فبدل ما كل شويه حضرتك تعمل لها امبورت، لا هو عمل لها امبورت لوحده، وفر عليك المساله. فسواء عملت امبورت او ما عملتش ملهاش اي لازمه خالص. سواء عملت امبورت للجافا دوت لانج او ما عملتش ملهاش اي لازمه خالص، هو بيعمل لها امبورت من تلقاء نفسه. لكن السكانر لا، دي معامله خاصه. لازم اهو زي ما انت شايف في عندي مشكله. لازم تعمل لي امبورت لمين؟ للسكانر. يبقى انا كده فاهم الفكره ماشيه ازاي بتاعه الايه؟ السيستم. هنا بدا برضو يشرحها لك نفس اللي احنا قلناه. بعد كده بدأ بقى يفرق شويه، يقول لك اشمعنى هتستخدم لي نيكست انت؟ هقول لك والله الميثود دي علشان اقدر اقرا الانتجر، وبعد كده هقول لك على ميثودز ثانيه بتقرا حاجات ثانيه غير الايه؟ غير الانتجر، زي النيكست دبل مثلا.
تمام، يبقى انا كده فاهم فكره النكست انت فايدتها ايه. بيقول لك ان الايكوال دي عباره عن باينري اوبريتور، ماشي، ما انا عارف ان اللي قبليها حاجه وبعديها حاجه، عشان كده هما حاجتين، فعشان كده سموها باينري اوبريتور، يعني قبلها اوبرند وبعدها اوبرند، تو اوبرند يبقى ده عباره عن باينري، صح كده، ثنائي يعني، علشان كده بيسموها الباينري اوبريتور. كل الكلام ده كلام جميل جدا، بيشرح نفس اللي احنا قلناه، مفيش اي جديد خالص خالص، ولكن بدأ بقى يقول لك النكست دابل والنكست انت، كل الكلام ده احنا شرحناه. النكست دابل علشان اقرا دابل، والنكست علشان يقرا سترينج. لو سمحت انا مش مصدقك، حاضر، تعال نعمل برنامج كده بسرعة اهو، برنامج سهل جدا، هطلب منه اقول له اكتب اسمك، يبقى هقول له سيستم، تعالى كده نعدل حتى في المثال، هخلي ده string وهسميه name او سميه my name، تمام، وهنا هقول له enter your name، لو سمحت اكتب اسمك، هيبدأ يقرأ ولكن مش هيقرأ بنمبر 1، لا هخزن الكلام ده في my نيم، واشرح الكلام ده حالا، مش هشتغل بالنكست انت، لا هشتغل بالنكست فقط، هنشرح الكلام ده حالا، مش محتاج بقى الطلب التاني ولا حتى عملية الجمع. وهنا هقول له مثلا ويلكم مستر فلان برسنتج اس، وهنا ماي نيم، كليك يمين، هشرح الكلام ده حالا، محدش يستعجل، كليك يمين ورن الفايل، ماي نيم از شريف فتحي، ويلكم مستر شريف، ليه ما اقراش الاثنين؟ عشان السبيس يعني، نيكست نيكست فقط، ويلكم ماي نيم، كليك يمين ورن الفايل واكتب احمد، مش مشكله، ده مش موضوعنا، ويلكم احمد. طيب تمام، ايه بقى الفكره ديت؟ انا عايز اشرح المثال ده بهدوء كده، انا كتبته بسرعه ولكن هشرحه بهدوء. سكانر انبوت، بلاش انبوت، انا مزعلاني كلمه انبوت، حاضر هسميها مثلا اكس، يبقى عباره عن اوبجكت اسمه اكس، لما اجي استدعي الميثود هقول له اكس دوت نيكست او نيكست انت او نيكست دبل زي ما انا عايز حسب الشغل بتاعي. طيب تمام، سكانر اكس بيكوال نيو سكانر سيستم دوت ان، يبقى انا هستعمل الاوبجكت اللي اسمه اكس من الكلاس اللي اسمه سكانر باستخدام الكلمه اللي اسمها نيو، الكلمه المحجوزه، وباستخدام الكونستراكتور اللي اسمه سكانر اللي بياخد بارامتر سيستم دوت ان علشان اقرا من الكيبورد. شكرا، مش محتاج طبعا السطر ده، بعرف متغير عادي جدا سترينج، بروح اعمل عمليه طباعه عادي جدا سيستم دوت اوت دوت برنت، هنا الشغل بتاعي. لو سمحت اقرا من الكيبورد، حاضر، مش انت بتقول اكتب اسمك؟ ايوه، اكس دوت نيكست انت، هقول لك النيكست انت دي بتقرا ايه، بتقرا نيكست انت بتقرا ايه، بتقرا انتجر فقط. طب انا عايز اقرا سترينج، هقول لك نيكست فقط. طب عايز اقرا دبل، يبقى نيكست دبل. طب عايز اقرا بوليان، ادور على نيكست بول، في نيكست بايت اهو، في حاجات كثيره زي ما انت شايف، نيكست بايت، نيكست بوليان، وزي ما انت شايف في حاجات كتيره جدا جدا جدا. انا دلوقتي كل اللي انا عايزه، عايز اقرا من خلال الميثود الجاهزه اللي اسمها نيكست، اقرا قيمه سترينج، يبقى السترينج نيكست، الانتجر نيكست انت، الدبل نيكست دبل، البوليان نيكست بول او نيكست بوليان. طيب تمام، لحد الان احنا كده متفقين. طيب انا قريت الاسم، حطه في ماي نيم، قريت الاسم اللي انت كتبته، انتر يور نيم، كتبت اسمي حطيته في ماي نيم، روح اعمل عملية طباعة عادي جدا جدا، ولكن طبعا ده عبارة عن متغير ايه؟ اس، اللي هو عبارة عن اس اللي هو ايه؟ سترينج، البرسنتج اس دي اللي هو البليس هولدر اس، يعني عبارة عن سترينج كوما، وبعد كده المتغير، يبقى انا كده ما عملتش أي حاجة خالص، كل اللي عملته إن أنا بدل نكست انت خليتها نكست. كليك يمين ورن الفايل، هقول له النيم بتاعي، انا اسمي مثلا ماجد، يكتب لي ماجد. طب تعالى كده نجرب، ران فايل
وهقول له مثلا احمد علي كتب لي احمد فقط. مش هو ده موضوعنا. هو هنا ليه ارى حاجة واحدة فقط؟ واضح ان هو بيقرأ اول جزء فقط يعني. ده مش موضوعنا. ممكن بعد كده ندور ايه المشكلة ونبدأ نحلها، ولكن انا كل اللي يهمني في الحالة الحالية عشان خاطر ما نطلعش الموضوعات جديدة، كل اللي يهمني انه قرأ سترينج وبدأ ان هو يكتبه عادي جدا جدا. تمام؟ يبقى انا كده عندي القدرة ان انا اقرأ من الكيبورد دبل، اقرأ من الكيبورد سترينج، اقرأ من الكيبورد انتجر. وده بالنسبة لي خلاص انا شرحته اكتر من مرة مش هعيده، لان هنا بيوضح لك الفرق ما بين الدي والاف والسي والبي. الدي انتجر، الاف فلوت، السي كاركتر، البي بوليان. الدي انتجر بكل انواعها بايت شورت انت لونج، الاف فلوتنج بوينت بكل انواعها فلوت ودبل، عشان خاطر ما حدش يعتقد ان الاف فلوت فقط، لا فلوتنج بوينت او فلوتنج بوينت فاليو، الفلوت والدبل. والدي اللي هي كل الانتجر، ما البايت انتجر والشورت انتجر والانت برضو انتجر واللونج انتجر، كلهم اعداد صحيحه ولكن الاختلاف في السايز. يبقى احنا كده الحمد لله قدرنا نخلص السلايد اللي اسمه 2. نصيحه مني ليك، لازم تراجع الفيديو ده مره واثنين وثلاثه لانه مهم جدا جدا. وفي احد زمايلكم بعت لي على الايميل وقال لي ان الجزء بتاع البرنت اف مهم جدا، والجزء بتاع السكانر لازم يجي في الامتحان. الجزء بتاع السكانر لازم يجي في الامتحان. واللي عنده اي تساؤلات انا برحب باي تساؤلات على الايميل بتاعي. لو حد نسي الايميل free4learn@hotmail.com او من خلال الواتساب 0020-123-88508. طبعا ده واتساب وموبايل، تقدر تتصل في اي وقت زي ما انت عايز. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.